حجاز عمري 27 سنة من غزة من فلسطين، شاهد على أكبر جريمة للاحتلال الإسرائيلي في عام 2023 بحق المدنيين في قطاع غزة. تعال منها، تعال منها، هاي دفاع البدن، تعال خذ استلم استلم. هاي جرت عدوان 2008 و2012 و14 18 20 21 22 23 و23. 2023 اصعب بمراحل، يمكن يوم من 2023 عن كل الحروب اللي راحت. هلقيتها احنا داخلين على قسم اللي بباتوا فيه المرضى بعد ما يعني عشان يتم المتابعه. تخيل معي القسم كيف حيكون. السلام عليكم. سبايدر مان. هذا سبايدر مان، هذا كثير جدع. انت سبايدر مان؟ هذا مستشفى على فكرة. طبعا زي ما حكيت لك، لا في مية، لا في كهرباء، لا في انترنت، لا في اكل، لا في شرب. هيج معك قهوة، شربنا يا حاج. حبيبي. وإذا بدك أنت هان نازح؟ أنا لا، عندي جرح ونازحين برضه، أنا من الشمال بيطحنوا. أكم من جريح لك موجود في المستشفى؟ كانوا أربعة، استشهدوا ثلاثة ضلوا. أنت والعيلة موجودين هون ولا حالك؟ أنا أبوي استشهد، عيلتي أطلعتها على الوسطى عشان يضل حدا منا. بس شايفك بتضحك. ربنا يهونها يا عمي. هات ايدك. مش معايا. الحمد لله. الحمد لله. تعال ارجيك ايش في عندي. الله يقويك. الله يقويك. ابوي انا حتى لم تحت الارض. والله سبعت ايام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي حكايه جديده من غنى؟ هذا ابنك ولا اخوك؟ هذا نسيبنا برضه. نسيب. اطفال. هم اللي دخلوا قلع عنين اسرائيل. الابتسامه معديه. صح. احنا اختياريه. لما تستيقظ تفوزي اشتقت تضحك حتى لو كانت علي كل هموم الدنيا. يا عم انك حبيبي. حنضلنا صامدين. الله يسعدك يا رب. وصدقني ديننا بشجعنا على هيك. سبحان الله نيالنا يعني. والله نيال. الله يعطينا اجر الصابرين. يا رب. شرفنا. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله الف سلامه. واهل غزة اصلا شنو مهملين، لانه اللي بنشوفه لا يوجد. اقول لك الناس اللي برا بتشوفنا على منصات التواصل الاجتماعي بتشوف 1% من اللي على ارض الواقع. يعني بقول لك فيش كلام عن هجنة، لانه احنا بدنا نعيش. احنا شعب بيحب يعيش، لانه احنا بنحب الحياة. احنا بنحب الحياة وبنحب نعيش وبنعيش كيف ما اجا، بس بدنا الحياة الكريمة. يوسف ونور. ايش بتبيعوا؟ فلفل. يا ورد علي، فلفل احمر. بتعرفوا انه غزة مشهورة بالفلفل الاحمر؟ قبل يعني انت بتبيع الفلفل الاحمر من اليوم ولا من زمان؟ لا اول يوم بس. قبل العدوان على غزة كنت تبيع فلفل احمر؟ لا كنا نروح على المدارس. كنا نروح على المدارس ونشتهي ونقرا. بس هلقيت عشان حرب كنا نجح. طيب ايش امنيتكم؟ امنيتنا نروح على الدار ونروح ندرس بالمدارس ونكيف. المرة هذه يمكن تعرف.
لا هذا بتعرفوها. نسأل كل المصابين. Today we are in the 10th day of aggression. We have received so many casualties from kids, women. The most of casualties, they are civilians. If you are a human, please, this is an urgent appeal. Please stop this. Save Gaza. Please support Gaza. We have no medical supplies. We have no gas, no food, no medication. تعرف إنه وجهها كان كله غبرة من الصواريخ وكانت كتير بتعيط لما الدكتور مسح وجهها راقت. الحمد لله رب العالمين ما فيها أي إصابة بس ندور على أبوها وإمها إن شاء الله بيصلوا بالسلامة. هاي شهيدة؟ لا إلكم؟ لا هاي كمان إحنا مش عارفين. مش عارفين لمين؟ وإنتوا عارفين هذي؟ فدائما لما يجي الطفل خلص احمد حجازي اذا مفقود صوروا نزلوا على الانستا شوف اهله وين. متى اجت هذه؟ متى اجت؟ طول شوي. وهذه كمان اخوه على فكره طول والله في شبه طول الاثنين اشوف شكله توام والله توام. كل الاطفال بيشبهوا بعض. عمال كنا بنحكي انه كل دقيقه بيجي طفل مجهول بالفعل. هيو ما فيش وقت بينهم واحنا بندور على ابوها. اجى الدكتور تاني يحطهم. عمي هذا الكو هذول لنا التنتين هذول لنا الكو بنات مين؟ هذه لسه مش عارف. هذه بنت ابني الجديد من والده. وهذه بنت ابن عمي. وين ابوهم؟ هذا سيده متعرف عليهم بس ابوهم في حاله خطر. والدتها كيف؟ والدتها والله ما نعرف. هذه بنت رشاد. سيبها. رشاد حبيبي. شوف ما أحلاها. عارفة شو في الدنيا؟ هي صايعة حالها شو في الدنيا؟ حطها على جنب. آدم أوعك بسم الله. يلا بسم الله. بعد إذنكم. آدم دير بالك بيحكي لنا إنه البنت اللي كانت معي عمتها لقتها وبنفس الوقت عمتها ضايع لها ابن. مجهول طفل 10 ايام متصور. وين هي السلام عليكم. طفل 10 ايام من اي عيله هذه يا اخي؟ 10 ايام 10 ايام 11 يوم زي هيك ولدت بستة. انت امها؟ لا انا مرت عمي لاجلها. شو اسمها؟ ما لحق قبل الحرب بيوم. يعني قبل الحرب بيوم مصابه هي لكن الحمد لله رب العالمين. الاحتلال استهدف منزلهم. وين امه وابوها؟ ابوها استشهد بس امها ما بعرف ايه. ابوها استشهد بس احنا معهم في العماره. خير خير تو خذوه نزلوه تحت صنعاء الشعب. 10 ايام هذا الحمد لله على سلامتك يا عمر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا الصياح هذا بصدق عني لما صيحت اترقيت. المكان هذا تحت مسمى خيمة الصحفيين تجمع كل الصحفيين الموجودين في مجمع الشفاء الطبي. يمكن لو ما كانت كلنا اصحاب. ليش اسئله؟ احنا قاعدين في عندنا في غزه بفرقوش بين الصحفي وبين الناشط على منصات التواصل الاجتماعي فكلنا دائره واحده. اسمك احمد عن اسمك. بدنا حنان يحكي لنا اصعب موقف مر عليه في الحرب هذه. صحيح. يلا معك المايك. يلا يا بخير يلا. بس علي صوتك لو سمحت. اصعب موقف كان فقد الزملاء واستشهادهم. خلص سيب صوتك.
ناس كتير بنعزها فقدناها، أقارب وأصحاب وزملاء. صيحت كتير والله يا أبو محمود، خلص بطل، بطلنا يعني، صار الأمر طبيعي. خلص تفضل. اسمعوا بس بدي أحكي لكم شغلة. الصبح أنت وعدتنا، اسمع أكونش محرج. لا لا لا، الصبح أنت وعدتنا يعني قبل ما ننام قلت لنا قلاية بندورة وبتنجان وقص علي الحرام، نمت من غير ما شخور عشان ما غلبش الشباب. أنا بحكي لك ليش، وما أكلناش ولا شفنا. أنا بحكي لك ليش، لأنه في عندنا مشكلة كبيرة في العلاقة بالخبز. أقسم بالله طلعت السيارتين اليوم لفت على كل المخابز، واحد من المخابز عارف إيش قال له؟ عارف شو حكى له؟ قال له والله أنا في عندي طوابير ناس رجال ونسوان، اقنعهم وخليهم يبدوا يبدوك عليهم واحنا فيش عندنا مشكله. انا علي الطبخ. لا بتعرفوش تعملوا اكل انتم يا عمي، بتعرفوش تعملوا اكل. اكلنا عنده مفتول مش زاكي كان. قول له نعمل له بصح. بمزح اكل النهوانيه. انتم متخيلين انه احنا ننام في المستشفى؟ يعني طلع لوين؟ لا والمشكله وين؟ انه ما فيش سقف زمن الا النومه، واحنا تقريبا تاقلمنا على هيك. انت ملاحظ؟ تاقلمنا. رمضان يا ابو نايل، بتفكر بكره هترجع تنام طبيعي؟ لا طبعا، يعني النظام هذا اللي انت فيه حتقعد شهر اثنين ثلاثه بعدين ترجع لحياتك. ابو نايف انا عندي مشكله في النوم، احكي لي. تنام ساعه بيجي احمد الجازي في وسع، فيش وسع بدب انا ما بصحى. الاحتلال لما بيستهدف ابني ما بيستهدف حجر، لا بيستهدف مشاعر، بيستهدف ذكريات، بيستهدف كل ابني يعني كنت تحبه في هذا المكان المحترم. جانا أكثر من مرة تهديدات، اتصلوا علي ما رديت، بعثوا لي رسالة على تليجرام: جنودنا سيعودون إلى غزة وسينتقمون لكل الوفيات التي سببتها لنا، سوف نبيدكم جميعا واحدا تلو الآخر، وسوف تندمون على اليوم الذي ولدتم فيه، وسيتم قصف منزلك ولن يكون لديك الوقت للبكاء لأنك ستكون ميتا بالفعل. أنا بأدي واجبي اللي بأدي إني بوثق الجرائم، هو في عدوان علينا وأنا بوثق هذه الجرائم، علشان أنا بوثق الجرائم يروح بيتي. بس هي سقعانة لأنه بلوزة مية عم. أي حد مع بلوزة مصرية، شوف أي حد مع بلوزة ولا الدنيا ميتة من البرد يا راجل. إيش عمو خليه استنى بس، خلاص تروح على التلفزيون، تعال بتروح شمال، تعال في أطفال بساعدهم يعني، فمن واجبي جنب الأشياء اللي بوثقها إني أساعد. هم صح بيقربوا ليش وراثياً، لكن البلد هذا بتجمعنا، وهذولا بالنسبة إلي عيلتي. راسه عكس. يلا بقولك بده يلعب لك في بطنك الدكتور.
ايش رقبتك تزعل؟ رقبتك بتزعل بقول لي خلص سيدي خليكم حاملين دقيقة بخلص ان شاء الله طلعوا يوسف يوسف اهدى انت تزعل اهدى فصل خلص فيش رسالة انا اصلا انت ايش اسمك يوسف طب تعال يلا اعطي للدكتور الورق ولك اعطي ايش هدول اشعات يلا يلا روح اذا بعيط بسيبك انا اه شاطر خلاص يا عسل لا شاطر شاطر انت عارف اكم من واحد صرت حيوان زيك ها كثير الله حسن كلنا بطلنا نعرف نضحك تقول لي هذا وقت الضحك قادر تقف رجلك لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله بدي يصوروك بس بدي يصوروك على السريع هيا يا يلا هاي يا حبيبي يلا هاي 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 يوسف هاي خلص خلص بدناش صوت عشان بيصوروك بشوي عشان بيصوروك هي اذا بتعيط بيصوروكاش اه لا لا شاطر اخذوا يا شباب الورقة بتضل عندك اه هاي نطلعين احنا انه احنا صح بنخاف من الليل بس احنا صرنا نخاف من الليل والنهار لانه ما فيش وقت محدد للاحتلال يستهدفنا فيه صار في كل وقت يستهدفنا كل ما بتزيد ايام العدوان كل ما بتزيد المآسي والمجازر وكل ما بتصير أبشع يعني وانا بحكي معاكم على المقابلة جاني مطر هذا يمكن بيت لانه جاني مسج من اخوه بيقول لي احمد شو كتب ضايل فيها شيء لا لا الطوابق كلها هي الردم الطابق الرابع واحنا لسه في الطابق الاول فكل الشقق نازله ما ضلش شيء الو بيتنا انقصف والله العظيم والله كله راح عيني بمشي على ركامه لا طابقنا ما نزلش طابقنا طار
طيب ركبوا له جناح جهاز الببو. الله يسهل عليهم بنجيب غيرهم. الله يسعدك يلا ضل بخير. سلامات سلامات. خلاص ركبت علي هي. ما والله يعين الدم طبعا لازم تزعل طبيعي. حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها. كان جايين خايف من يافا ما شاء الله. خرزة مش خرزة بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلب. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روعة. بتجيب لك زي واحلى منه ان شاء الله. كل هذا معوض ما تقلق. المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير. الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت. يلا معلش. والحصالة عن جد كثير فيها. ايه كثير فيها. كله بتعوض كله بتعوض. الحمد لله. يعني هذه البلد لو شو ما عملت بنضل نحبها. أنا أحمد حجازي فلسطيني من غزة. الليلة الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلنا وزي ما حكيتها مسبقا وبحكيها حاليا حنعمر بيتنا حنعمر كل غزة. أنا واحد أنا إنسان مغرم في حاجة اسمها غزة. بنحبها كيف ما هي. ونفسي أحكي لكل الناس عنها. أحكي عن كل إشي فيه. واحكي لهم انه ما تشوف غزه بس وقت ما يكون عليها عدوى. رغم كل هذا اللي بيصير فينا بس بنحبها.